نستيك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. كافي جورال صباحكم فل للناس الكل، ومرحبا بكم في كافي جورنال، الفقرة اللي تولع الجو. الشروق تعنون الافراج عن نبيل قروي انطلاقه جديده للرئاسيه. ما تحكي لي حتى حكايه، جيبوني ناس الغربي وخلي نعمل مناظره، وما تنساوش عمر منصور. الحصانه تشترى بالمليارات، البرلمان ملاذ المشبوهين. على اساس في 2011 و2014 البرلمان كان ملاذ السحابه والمصلحين. عاجبك الجو هذا؟ الصحافة اليوم: النتائج الكارثية للتشريعية تلقي بظلالها على دور ثاني للرئاسية، الإصبع الأزرق قد يكون في عين مباشرة هذه المرة. شوفوا رغم بذاءة العنوان معناها، أما فكرة ياسر حلوة، نعملوا فيلم الإصبع الأزرق بطول ظاف العابدين وهن صبري، والشعار يكون لا تخافوا لكن ترعبوا. في الصباح في تقرير القدرة التنافسية لمنتدى دافوس 2019، بتبيع كان تمكم الحكاية، تونس تتراجع في 60 مؤشرا اقتصاديا. يا رسول الله، تونس دوبلت. المغرب: هل تعيد حركة تحية تونس تأسيس النداء التاريخي؟ شوف، أول حاجة ما فهمش حاجة اسمها نداء تاريخي يا ناس. ثاني حاجة أختاكم الحكاية دي خاطر الشقوق معناها في سبركم. ثالث حاجة ما نعرف إيش، أما مانيش باش نقول اللي أنا نسيت كيف وزير الدفاع عنا، مانيش باش نسميه. في لا بريس: اي واتش اي بانجل النهضه، بالعربي انا يقظت منجل النهضه. وش بيك اي واتش معناها تي توا النهضه مصروفه برشا، تي ما هو شيخ بخور وجاوي وجبايب وعطر ومسك كي موك الفراوله السليب السياسي معناها. يا ابني دي قضيه كبيره قد ايه يعني كيلو. في جريده الاخبار: بعد فضيحه تهمه السرقه، الوزيره تحل جامعه الميني فوت، هي رمي السرقه راهو كباش يعديوها استرجاع ثروات. ونختموا بالرياضة زيادة: المنتخب الوطني إشكال بسبب بشارة القيادة. حتى المنتخب عنده مشكلة حكم، مش مشكلة. تونس طلعت أغنية حزينة، لا أي لا أي لا أي. كافي جورنال